صباح الخير، منطلع عليكم بفكرة جديدة من أوروسكوب. رح نقوم بجولة سريعة على الأبراج 12 لنشوف الحظ كيف رح يكون من الناحية العاطفية والمهنية لنهاركم لا توقعات 12 الشهر. جولتنا بتبدأ مع برج الحمل. ظروف بسيطة ممكن تحمل لكثير من المتغيرات الأساسية أيها الحمل، لكن عليك عدم الاستخفاف بأي طارئ. مهنياً الأمور يلي عم تحصل بالعمل جيدة وبتساعدك على إنجاز المطلوب منك بجدارة ونجاح. برج الثور، إذا واجهتك بعض المشاكل مع الشريك أيها الثور، فعليك اللجوء للمقربين كونهم مروا بتجارب مماثلة. على الصعيد المهني بتواجهك صعوبات بالعمل، لكنك بتتخطاها قريباً وبتتغلب على كل يلي عم يحاول عرقلة مشاريعك. برج الجوزاء، الأوضاع مع الشريك على تحسن أيها الجوزاء، خاصة بعد اللغط البسيط يلي سيطر على العلاقة بيناتكم مؤخراً. مهنياً عوامل إيجابية وبناء على الصعيد المهني بتترافق مع مستحقاتك المالية وتحقيق أهدافك. برج السرطان، بتتجاوز الاختلاف في وجهة النظر مع الشريك أيها السرطان، وبتلاقي عنده الصفات يلي ما لقيتها عند أي شخص تاني. مهنياً بتسجل تقدم ملموس وباستطاعتك المفاوضة والبحث بالتفاصيل، وممكن تميل للسفر أو تخطط له. برج الأسد، ما تكون هجومي أيها الأسد مع الشريك بطريقة تعاطيك معه، وإلا ممكن يفجر غضبه عليك. أما مهنياً تتوصل لتسويات كنت بتعتقد أنه من الصعب التوصل إلى، وبتلتقي أشخاص متعددين وبتطلع على معلومات ممكن تفاجئك. برج العذراء، بتزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح اللي حققته بالعلاقة مع الشريك أيها العذراء، لكن يستحسن أنه تتعلم من أخطاء الماضي لا تنجح بالمستقبل. مهنياً تصرفاتك الأخيرة تثير الاستغراب، فراجع حساباتك المصرفية، فأنت عم تصرف أموالك بشكل عشوائي. برج الميزان، النقاش البناء هو الطريقة الأفضل للتوصل للحلول الناجحة، وهيك بتصير الأمور أكثر سهولة مما كنت بتتوقع. مهنياً ما تستسلم للضغوط، ونفذ التعليمات المطلوبة منك، وما تحاول القيام باللي بيسبب الضرر لجهودك بالعمل. برج العقرب، ما تهمل ضعف شخصية الشريك، بل حاول أنه تقويه حتى يشعر بالثقة بالنفس وباهتمامك الكبير فيه بأصعب الظروف. مهنياً عندك بعض المناوشات على طريق اتصالاتك، وبتكون متحمس أكثر من العادة، وبيبتسم لك الحظ، وكذلك بتوصلك أخبار حلوة. برج القوس، ما تقدم أيها القوس على اتخاذ قرارات بالشأن العاطفي قبل دراستها من كامل الجوانب ومعرفة الانعكاسات يلي بتتركها. مهنياً تتخلص من بعض العوائب والتحديات غير المتوقعة، ومن القرارات العشوائية يلي بيحاول أحد الزملاء دفعك إلها. برج الجدي، بينصحك الفلك أيها الجدي بتمضية بعض الوقت مع الحبيب لا أحياء العلاقة. مهنياً العمل بفريق هو الطريقة الوحيدة للتقدم، وتفاعلك مع الزملاء بيكون مثمر جداً. برج الدلو، اليوم هو الوقت المناسب أيها الدلو لحل المشاكل المتراكمة بينك وبين الحبيب والبداية من جديد. مهنياً قارب المشاريع الجديدة بحذر، لأنه مش كل المشاريع حتمشي مثل ما أنت مخطط لها. برج الحوت، بتحاول ببعض الأوقات أيها الحوت تعبي حياتك بنشاطات اجتماعية لكسر الروتين يلي عم تعيشه ولا تجدد نمط حياتك. مهنياً تنكشف بعض المناورات بالعمل، الأمر يلي بيدعيك للتفكير قبل التفوه بأي كلمة. أما مولود اليوم من برج العقرب، أنت إنسان مجتهد، بتملك الفضول العلمي وحب التعلم. بالعمل أنت واقعي وما بتغامر بمشاريع ما بتفهم فيها. بالحب أنت صعب ومتطلب. هيك بتكون خلصت فكرتنا لليوم. بشوفكم بكرة بفكرة جديدة، وهلأ واقفة ومنرجع لـ MTV Alive.